صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد المميز. نقول لكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، تعيدوا بالصحة والهنا انتم اوفياء قنوات الشروق. اللي ماكم تشوفوا رانا في قاعدة تقليدية عند عائلة جدي اللي حلت لنا بيبانها. قولها صحة عيدك ومرحبا بينا عندك. يعيشك حنان، صحة عيدكم، كل عام ان شاء الله انتم بخير، صحة عيد ليكيب كامل، كامل الجزائريين ان شاء الله، كامل احبابنا وناسنا ان شاء الله. ان شاء الله عيدتو بخير لاباس الحمد لله. يلا صبحنا لكم على الصباح، انا معيدين مرحبا بكم. مرحبا بكم حنونه، مرحبا بكم. كيفاش جازت عليكم هاد الصبيحه اللي قبل ما نجيو حنايا؟ الحمد لله، جوزناها كما كامل الجزائريين. يعطيك صحه يا الاستضافه. رانا نشوفوا، رانا نشوفوا عفوا على هذا الكاطو الله الله تراديسيونيل. رانا نشوفوا كاين غير اللي كاطو جزائريين يعني اكيد تاوعنا. اكيد راني نشوف بقلاوه، جزائريات، تشارك، المقروط، نقاش. انا من عشاق التقليدي جوستومون، هذو محبه للحلويات التقليديه. على الحلويات التقليديه درتي لنا يعني قاعده جزائريه 100%. الحمد لله، الحمد لله، مرحبا بكم. الحمد لله. قبل ما نهضروا على العيد نسقسيك كيفاش هو رمضان داز بخير؟ الحمد لله، دوزنا كما كان من الجزائريين هذا العام. الناس مرضت، ناس ماتت، ناس تقاست، صح. الحمد لله، الحمد لله، ان شاء الله ربي يعيدوا علينا ان شاء الله بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي. يعني الله يبلغنا رمضان الجاي لا فاقدين لا مفقودين. امين يا رب. ان شاء الله يا ربي. والعيد كيفاش تحضيرات؟ وانا بديتك من رمضان، دوك العيد تحضيراته كيفاش كانت؟ كيفاش كنتوا مع عاداتكم تقاليدكم واش ديروا؟ كيما كامل الجزائريين قلت لك، حنا تقاليدنا نوجدوا الحلويات من قبل بثلاث ايام اربع ايام هكذاك مع لا فامي، مع العائله الصغيره تاعنا بيان سور. كاينه شوفي كي نبداوها العيد رمضان ومن بعد نوجدوا الكاطو، بعد نشوف حوايج الدراري. اكيد فوالا، حوايج الدراري صغار حوايج. انت طحي تشري جبيبه الله الله. لازم لازم ودراري نشوفوا لهم الحوايج هذيك هي. ومن بعد كاين لافي تاع العيد، انتم ديروا الحنه ولا ما ديروش؟ نديروا الحنه. اه يعني نشوف الطفيله راهي دايره الحنه، ورينا يديك الزود الله الله كي دايره الحنينه. وانت كي دايره؟ انا ما تسمع راحت لي غير انا اللي مانيش دايره الحنه. انت كي دايره؟ ندير لك الحنه اللي حبيتي. كاين ما اسمع غير راحت انا مانيش دايره الحنه معليش. دونك عائله جدي راهي متمسكه بعاداتها وتقاليدها، رانا نشوفوا في الحنه الطاويله الجزائريه تاعنا، القعده تاعنا، يعني مازالكم متمسكين بعاداتكم تقاليدكم. تقاليدنا الحمد لله محال نسمحوا فيهم، هذا واش عندنا غير هالتقاليد تاعنا نسمحوا فيهم؟ امبوسيبل، محال. واش كي شفتي زعما على عدد زمان امك الله يرحمها، واش تشفي لها تحضر العادات؟ واش تشفي دارت العادات؟ واش كانت كانت توجد توجد الطعام تاع العيد من قبل وتخبيه، ما يفتلوه يفتلوه تاع زمان ويخبوه ويوجدوه. قال هذا طعام تاع رمضان وباين مسفوف تاع رمضان وباين، وهذا الطعام تاع صبحة العيد ان شاء الله. ان شاء الله كانوا يوجدوا مع، كنا مع الجيران، الجيران تاع زمان. الجيران تاع زمان كانوا عائله وحده، دار عائله وحده، بيبان محلولين مع بعضاهم. يعطيك الصحه يوجدوا، ما تحسيش كامل بلي ما تحسيش، ما تحسيش كامل اون ديغا كي اون فامي. يديروا الحلويات كيف كيف ويقسموا، واللي عندها تمد اللي ما عندهاش، واللي ما عندهاش تعاون هي لو كان بيديها. صح، ما يخلوش الجار يحس بنقص ولا ما عندوش، والو ما يخلو حتى واحد يحس بنقص، يشم الريحه والو، كامل ياكلوا الحلوه كيف كيف، كامل يتعاونوا كيف كيف، وصبحه العيد يدوزوا على بعضهم يغافروا بعضهم ويدوا ذاك التبسي تاع العيد تاع الكاطو. صح، ما يتبادلوا. صح، لازم تروحي تدي ذاك التبسي تاع الكاطو، ما غير اذا كانت الدار هذيك فيها الكاطو كيما تاعك كيما تاعك يروح، ولازم يكون، لازم يكون، ولازم يتبدل، لازم ندوقنا وندوقكم. هذه هي الفعل، هذا هو الفعل. كيما جينا حنايا لازم ندوقوا الفعل تاعك. اكيد لازم، لازم ندوقوا فعلك لازم قبل ندوقي. ما نروح لازم ندوقي. واش طيبتي العيد ولا واش طيبوا للعيد؟ يطيبوا ككل كما قلت الجزائريين، يعني هذه شرق وغرب طعام. طيب انت واش طيبتي؟ طعام، طعيمة، طعام بالدجاج. انا طعام بالدجاج الله الله، بالدجاج الله الله، كيما تاع القبايب المشطوقة ولا؟ لا لا، حنا نديروه يا بالقرعة يا باللفت. ماشي كيما تاع القبايب، يديروه بالمشطو، يديروه صوص، صوص غوج. صوص غوج انتوما ديروه مرقة بيضاء؟ مرقة بيضاء. نعم داكوغ. دونك انت دايره ديجا ديري الحلويات؟ نعم، انا تخيتوغ، تخيتوغ دار يما الله يبارك. يبارك فيك عيشك. واش من لي كوموند اللي عندك بزاف لي كاطو ويديروهم بزاف عندك الناس؟ انا بوكو بلوس تقليدية، نخدم لي كاطو تراديسيونيل، نحبهم وما نبدلهمش ونعشق فيهم. صافي كيما هاد العام بوكو بلوس متشارك، العريان تشارك، مسكر، كعكعات، العرايش، تزيريات، مقروط اللوز، مقروط العسل، اللي ما يبدلوهش. هاد لي كاطو اللي راهم مطلوبين، اللي راهم مطلوبين بكثرة بكثرة، الغريبية تحبوها بزاف الناس، اللي ما تغيبش على الطاولة الجزائرية. حلوة الطابع، انا نشوف فيها هذيك الطابع تاع العيد،
هادو هما السامسا الحوايج السامسا يديروها ثاني يديروها في العيد بس يديروا غير المقروط ما يديروش السامسا لا السامسا كاين اللي يحبوا السامسا السامسا هي مدتها قصيره ما طولش صافي يديروا ماشي كونتيتي كاين غاطو تخلي على لي غاطو تاع زمان يعني بكري ودين شفاي كانوا يديروا التهراك ويديروا البقلاوه ما كانوش كاين بزاف لي موديل ما كانوش كاين بزاف لي موديل ما كان كاين تهراك فوالا بقلاوه عرايش العرايش سورتو العرايش كان كل لازم في العيد هي كنا نشفى كانت البنه تاع زمان بقلاوه يحلوها بالماشينه وانتي فرحانه نقعدوا ندوروا في الماشينه نحلو واش يعاودوا ديوانا كانت هذيك هي البنه هذيك هي البنه فداك التعب كاع وحنا انا كنت نحب ندور دوك ولاو الحراير يحلوها بيديهم كاين دوك اللي يحلوا البقلاوه بيدهم انا نحلها بيدي ابانت الله يبارك كاين بزاف اللي يحلوها بيديهم سي اون استوس كونترير بالعكس خير من لاباغاي اه بون انا يا وحده ندير البقلاوه بيدي وما تعبنيش كيما لاباغاي تعب وتدي لك الوقت بزاف انا حسبت لاباغاي هي اللي خير كاين استوس بيدك ويعرفوها بزاف الحلواجيات فاسيل بالخف بقلاوه اسهل ماشي كيما زمان دونك اش ندير لكم حصه بقلاوه استوس بقلاوه سهله هادي مليحه اللي حتساعد بزاف سيدات اللي كل مره يحوسوا وين كيفاش وكيفاش يقصوها اسهل طريقه اسهل طريقه ملا فوالا نديرو لكم عدد ملا مشاهدينا الكرام نتوما اوفياء انا نديرو لكم عدد نوريو لكم البقلاوه كيفاش نديروها وكيفاش نقطعوها وكيفاش نحضروها ان شاء الله دونك كما قلنا لي غاتو تراديسيونيل كاين بزاف تدخل العصرانه نشوفوا الملابس التقليديه ولا في لي غاتو ولا تدخل لا توش تاع العصرانه فيها اسكو انتي بور لي غاتو تراديسيونيل يقعدوا غاتو تراديسيونيل ما نبدلوش فيهم ونحافظوا على تراثنا ولا ندخلوا شويه فيهم لي توش جدد انا جو بريفير التقليدي يقعد تقليدي ما نمسوهش نخلوه تقليدي باش يقعد وجهه صحيح باسكو مع الوقت الناس ينساو تدخلي فيه اليوم ورده تدخلي فيه اليوم عقاشه غدوه تقلبي له وجهه يروح التقليدي ما يبقاش لا جينيراسيون اللي جديده تنسى ماشي كيما حنا شويه حاكمين كيما نتوما شويه مع الوقت نساو كلش لا لا انا صافا يعني شفتي باسكو درنا مازال متمسكين بالعادات والتقاليد مازال تعرفي خلوه تقليدي هكذاك وجديد وكاين جديد كاين المودرن يخدموا فيك ما يحبوا المودرن باسكو يموت مع الوقت كل مره تجي حاجه جديده سي دي مول فهمتيني حوايج جدد باركونت التقليدي يقعد التقليدي كيما البنيون انا نعرف البنيون السامبل كيما نديروه بيمو حلوة الدر كشوكولاته وكتبدل كلاصاج تاعو تبدل هو تبدل طريقه التحضير انا نشفالو يعني حلوة الدر كشوكولا البنيون رخيص ميه فوالا ولا بنيون غالي اكزاكتو دخلوا فيه بزاف حوايج غاليين وما بغي وكيفاش ولا تبدل يعني ولا غالي غاطو هذا كان يعني بسطاء كامل يحبوا لي ما يقدرش يدير غاطو يفرح ولادو يدير بنيون دوك انا دوك البنيون ولا اكثر من البقلاوه تلمون دخلوا فيه البخاليني دخلوا فيه حوايج بزاف غاليين انت هاد لي ديراكي بوغ عليها ولا كونت يعني البنيون بنيون يقعد بنيون هذاك يقعد ان غاطو بريستيج غاطو مودرن داكو عطينا نقصروا شويه مع نشوفوا كيفاش فوتوا العائل لرمضان صباح الخير لينا صباح النور الله يسلمك انت سعيد كنتيش وقتها شويه مازال يلا بقى ما نرقدوش تاع العيد صافا لا لا بس الحمد لله انت الله يسلمك انت زياده صحه عائلتك الله يسلمك صحه عائلتك انت تانا وصحه عائلتك كل عائله جزائريه العائله الجزائريه صحيتك كيفاش دوزتي رمضان انا دوزت قرايه كنت عندي يعني ما طحليش تا كنت نطيب كنت ندير كذا كنت ندير كذا هي كاع ما دخلتش الكوزينه اي صح انا ما دخلتش الكوزينه عندي اختي الكبيره في تعاون ماما هذا علاش ما دخلتيش عطيني السب انا عندي سب كنت خدامه انت شنو سبتك كنت نقرا جوزي الباك جوزي الباك ان شاء الله ربي يوفقك الله يسلمك كيفاش جوزي العيد البنات تاع العيد واش ديروا في العيد احنا العيد نوضوا صباح نصليو ابخي نحو نعيدو على بعضنا نعيطو في التليفون بين لي غون بارون مي طونت نعيط لهم كامل ابخي نحو نلبسو نستناو الناس سورتو اللبسه بيان سور نلبسو نستناو يا الناس يجونا يا احنا نروحو ليهم كل ما تقبلو نهار الاول اه راح نقبلو على العائله على العائله تاعنا تدو لهم الكاطو تدو عليهم بيان سور ندو لهم ومن داك يجو لي فويزون تاعنا وهاد العام عندك الباك على بالنا ان شاء الله تما ان شاء الله نقول لك الصيف تاعك جوزي عيدين عيد الصغير هذا والعيد كي تجيب الباك تاعك ان شاء الله كان ما درتيش الحنه انت قلتي لي ما درتش الحنه هكا ما لحقت بها ما لحقتيش ماشي كون في الحنه اش باك دونك انت متمسكه بالعادات والتقاليد تحبي العادات والتقاليد كي تشوفي لا فامي تاعك يديروا تقولي بلوطاغ انا نكمل في عادات وتقاليد عائلتي وي بيان سور ان شاء الله عطينا كلمه باش نعاودو ندورو صحه عيدك وصحه عيدكم انتم كاع اللي راكم معنا وصحه عيد كاع العائله الجزائريه وصحه عيد لا فامي تاعتي بيان سور
عائلتك عائلتها كامل تنساها ما كاش كيفاش. تفضلي. تفضلك. دونك العائلة الجديرة نشوفوا فيها متمسكة بعاداتها ومتمسكة بتقاليدها اللي ان شاء الله ما تلاشاش مع الوقت وتقعدوا شادين فيهم. ان شاء الله هاد العادات كيما رانا نشوفوا فيها الله الله تتوارث حتى لماريا بنت طفله صغيره شفناها كي دخلنا ماريا ان شاء الله ان شاء الله تكمل حتى الاجيال ان شاء الله تمشي جيل بعد جيل. بون انا عطشت لازم نشرب شويه ما قدرتش او موالف عليا ناس دينا ما نشرب والو. بصحتك حنانة بصحتك. كانت وقت خفيف معك جازت. مرحبا بكم. يعطيك الصحة. شفنا الطاولة هذه اللي حضرتيها لنا حليتي لنا بابك يعني قبل ما نختم ماذا بينا تعطينا كلمة هاديل. هاديل سافا لاباس صمتي؟ لا صمتي كام رمضان؟ لا لا شحال صمتي؟ هكا قسم 3 ايام هكا شوية برك 3 ايام برك رمضان كامل 3 ايام شحال في عمرك؟ 9 سنين ما زالك صغيرة بصح عام الجاي ان شاء الله صومه كامل كي نجي لكم عم جيت قوي صمتو كامل ان شاء الله. درتي الحنة انتيا درتي عشاط راه ماشي كيما هي ما دارتش الحنة راكي شابة بحوايج العيد. صحة عيدك. صحة عيدك كلها منتو بخير. يسلمك. ما تقوليش صحة عيد بابا وماما. صحة عيدهم باينة. باينة عجبتني. يلا نعود ونرجعو لك مدام حكيمة. مدام حكيمة قلتنا انتيا ديري لي غاطو ديري لي غاطو ولا ديري الاطباق التقليدية؟ سي ندير الاطباق التقليدية والحلويات التقليدية الطبق العصريه قاعد لاغاسترونومي. الاطباق التقليديه عندها رواج بزاف اكيد هاد العام بزاف فرحوني ولاو بزاف الاطباق التقليديه ما هربوش من هاد العام بزاف راهي الاطباق التقليديه اللي مطلوبه بزاف الاطباق التقليديه المتوم طعام شخشوخه سورتو شخشوخه واش من شخشوخه يعني شخشوخه ولا صفر شخشوخه قسنطينه شخشوخه تمثيله هادو ما كامل راهم مطلوبين تخاتخ هاد العام راهم بزاف دوموندي قدموا بهم بزاف العرس هاد العام هي يعني صافي بليزير كيسمعوا هكا باللي الناس مازال متمسكه بعاداتها وتقاليدها هاد العام ولاو التقليدي بزاف جو ماركي بزاف ولاو التقليدي انا جاب لي ربي هاد العام ولاو يعني خاصه بعد فتره الكورونا اللي كنا فيها كنا محرومين من لمه العائله محرومين من لمتنا بزاف هاد العام فوالا محرومين بزاف يعني هاد العام اللي الحمد لله ربي رفع لنا البلاء والوباء قدرنا نديرو اللمات نروحو نفطرو عند لافامي عند لافامي نتلاقاو بالحباب صح الحمد لله بالك هذا هو السبب من الاسباب هذا هو السبب من الاسباب اكيد وهذا العام كانت ما كانش العرس ماهوش ما كانش غاشي بزاف مع المرض مع الامراض داروا اونتر فامي وي صافي حبوا التقليدي ولاو للتقليدي عندك لي كوموند المرمضان يعني بلا ما كاش كوفيد كاين لي كوموند المرمضان كاين عرس مرمضان ان شاء الله كاين الله يبارك كاين العرس كاين عندنا العرايس كاين بعاداتهم وتقاليدهم توم شربان لحم الحلو البوراك يعني هذه هي لي بلا ديالهم ولا شطيطحه فوالا جينيرالمون طعام الطعام كاين يديروا مازال الناس يديروا الشربه طعام مازالهم وهذا العام راهي بزاف السفه 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 يديرها حاله في رمضان بزاف خدمت السفه في السحور السفه يحبوها جينيرالمون سحوري بزاف ولا ما كنتش عارفه بلي راهي مطلوبه راهي مطلوبه بكثره هذا العام الحمد لله صافي بليزير قلت لك نسمعوا هكا دونك مدام حكيمه نقدر نعاود نقولها لك صحه عيدك كل عام وانت بخير وشكرا على حسن الاستضافه شكرا اللي حكيتي لنا بابك واستضفتينا عندك مشاهدينا الكرام عليا غير نقول لكم صحه عيدكم وتمسكوا بعاداتكم وتقاليدكم ما تفرطوش فيها لانه هذه العادات جدادنا وان شاء الله تتواصل عبر جيل من الجيل والاجيال اللي راهي جايه ان شاء الله صحه عيدكم بقاو اوفياء دائما قنوات شروق صحه عيدكم